بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل في تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. استعارة والله قيب يوسد أحد قيب مرشحة مجردة ومطلقة. تقسيمك قيب تاسي وحيك إيماني استعارة ما كان لما يسترنثه إن وحل راعيه إيه إن الله راعيين هذه وحل راعيه وحال الراعي مشبه إنه ملائم ويهي مشبه به إنه ملائم ويهي إينا وحب الله الراعيين. فصل في تقسيم الاستعارة، استعارة وقيب تيدا يفصل يهي إلى مرشحة مثل حوجية ومجردة مثل قاوية ومطلقة مثل سيدي ولا إطلاقي. الاستعارة استعارة إن قرنت هذه لحريرية بعد انت كذب أي بعد تمام الاستعارة، استعارة ما كان لما يستمتو كذب بذكر القرينة المانعة وكذا بعد المعينة بكسر الياء. فلا يعد يعطي من قول لا رأيت بحرا في الحمام يعطي تجريدا لأنها قرينة معينة بعد تمام الاستعارة بالمانعة التي هي في الحمام. بما شهد للراعي بشيء يلائم مناسبة يناسب المشبه به المستعار منه مشبه به لقس عارقات فمرشحة استعارة سمد الحوجيوي استعارة مرشحة هي مجردة هي مطلقة وأن رسالة هي رقصة وقاعدة أنها ولبا سفي عن وفهفاهية أنت يقولون يا إن وشيغو ولبا وسن آد وسفهفاهية لكن وحو قدري استعارة مركة لما يسترمته وحي الله راعيه لما يسترمته هي وحي استعارة كل ما يسترمته لفظي إلا سوء عاري قاطي إيوه قرينة ديسي أردت أن أصبر أني لكن قرينة دي بولا ما أقيبيي قرينة دا إيوه وحيو قيب سنتها لا بقيب مانعة فقط إيوه مانعة معينة مانعة مانعة معينة وحالي رادة لابد أن يسكو شبه إيوه ومشبه إيوه مشبه بيغة وجه شبه باكد حيا وجه كل إسقى الشبه هيو قرينة ذا مركا يمانع النقطه وإن مشبه به مشبه اللو جيدين مركا عضيسه وقرينة ذا يمانع النقطه معنه اللو دجي إن اللو جيدين أي تسته وجه كل إسقى الشبه هيو حدي أي سي شكته استعارة ذا قرينة ذا سي معينة ليلة ذا مثال وحاتنا رأيت بحرا زيد يا بحر اسكو تشبيهين هيس حاجه اسكو تشبيهين هيس واخ بخينتا او بدا واخ بدن ايا لغا غورتا مع ذلك هدنا ديما اسما ديميسو زيدنا سينو كلا ديقسي ويانا واخ بدن ايا لغا غورتا وجو شبهه وا ديقسي نمدا وايي واخا تري رايت بحرا يعطي يعطي ذا وقرينه مانعه وهي مانعه كتهي ان ان زيد لوش جيدين وحن جدا إنان لباح لو جيدين إلى لباح وحن جدا إنان بط لو جيدين إلى بط وحن بحسيه أو زيد لو جيدو نكي دقسي غاين لو جيدو مع ذلك هذا وحي عضيني جامع كده حيو أما وجه الشبهة ماشي اللي سكاش بيها هو أنت وح بحين توي يعطي قرينة دي أيضا مانعة أي هذا معينة هيو وجه الشبهة يسيع عيني هيس وسيع عضين هيس معينة لي هذا وحيث لو ذا قرينة مانعة كلينا يتهاي معينة أينا هين وعطر رأيته بحرا في الحمام بطبان أركي دي ماشي قبيس كفو جستو قبيسين وهي هي في الحمام ومانعة أو إنا بدي عادي أهد لو جيدين هي عدين لكن وجه اللي إساقا شبيها هي ما تسيس ماشي اللي إساقا شبيها هي ومانعة فقط مركا قرينة ذا استعارضه وحيكون لما يستلمتها ويرا قرينة ذي ذا هذه هذا بخرينا هذا حل لقد يجي يوم مانع كلي أي تهينا مانع عادي وإن لو شيء هذه معينة كلي لقد يجي أنا معينة دي وإن لو شيء مانع معينة هذه مانع عادي يوم معينة دي لبضة بالسكو ضريو مانع عادي يوم معينة دي مركة قادة كذب وحيد دبل لقى شيء هو سيدا يوجي ده سو مفهوم ما سيدا يوجي مركة قرينا دي معينة يقول هذا نوز يادي يي وأنا قانين تهري الاستعارة استعارة إن قرنت هذه لحريرية بعد تمام الاستعارة استعارة ما كان لما يستلمته كده ما يقول لازم يستلمته
بذكر القرينة قرينة شيء جدا إذا قرينة دي على مانعاتي من عينيس إن معنيه أصل كأهل لوجيده دي ديسي شيء جدا إذا مر كي يكون ما يستمتو كدي وكذا وح الله مدى بعد المعينة قرينة دي معينة ضاهي شيء جدا إذا كدي مر كي يكون ما يستمتو بذكر ال بكسر الياء معينة اسم فاعل غير وجوده معينة تي عينيس تي واحد سيس بكسر الياء هذا الله كسره فلا يعد الله ترين ما يعطي لفظه يعطيه من قولنا هذا الكلام حقي حاله يعطيه كأهذي رأيت بحرا بضأ ياناركي بضأ في الحمام ميش قبيس ككجرته بضأ يعطي بحين يسو يعطي لا تجريد ماها وغرينا معينة تجريد الوترين ما ي فلا يعد تجريد الوترين ما ي لأنها يعطي قرينة وهي قرينة أو معينة وجه شبه عيني تسني بعد تمام الاستعارة استعارة دي مركي كلها ما يستلمتي كدب بالمانعات قرينة دي مانعات دا هيدو في الحمام إذا مركي كلها ما يستلمتي التي مانعات هي يدوب في الحمام أهيد بما شيء هدي الله شيء بشيء شيء هدي الله شيء شيء أو يلائم ومناسبة هي يناسب ومناسبة المشبه به مشبه به وملائمة مشبه به المستعارة اللي قسو عريقاتي منه حقي وحل قسو عريقاتي فمرشحة الاستعارة من الحجية ويه تسمى ولوما أي تسمى ولوما جعابي بذلك مرشحة لوما جعابي لترشيحها حوجين تيدا درت هذا أي تقويتها حوجين تيدا بذكر الملائم ملائم شيء جدا ليا الوحوجي نحن رأيت أسدا في الحمام له اللي بدون له اللي بدون تنهض راعي استعارة أي حوجين وحين كنت ما يستمرت استعارة في الحمام أو قرينة ما نعذ أهيد له اللي بدون شاش لي اللي بدك يبغى رواين وكوفسر وكعينابين وزنها وعنب آخر اللي بدين عنب واسكو وزن جمع لبدتين فعلة أو فعل جمعية قياس نويان لا لبدتين كسدرة أو كلام مفردك وهي لبدنا وحليه لهذا ما وحي تلبد كله من شعر الأسد لبحتمه حال وياي على منكبه قرب كيس كله فقوله في الحمام أوجر قرينة وهي وقوله له لبد أوجر ترشيح حوجن استعارض الحوجن يوي لأنه لفظ له لبد من ملائمة من ملائمات المستعار منه كان لقسو عريقات لباحة ملائم كيسي وكمجهي وإن قرينة هدين للحر اليوم بما شيء يلائم مناسبة المشبهة مشبهة وملائمة مشبهة المستعار له لسو عريقاته فمجردة استعارضة مجردة وهي أي تسمى وحلق مقعاب بذلك مجردة لتجريدها كالرترد هذا إما كقاوينت هذا عن بعض المبالغة كحيل نيراشا قاركي أيا لغا قاوية لما شيدرتي أيانا لغا قاوية فيه مثال كنحدي خصوا من ضعف دعوة الاتحاد اسكمد أهانشها شيغة شدي اللي شيغان أي ضعيفنت هذا حلوية الذي اتحادك في الاستعارة استعارض كسوة دعوة الاستعارة دعوة الاتحاد استعارض كسوة هي نحن رأيت وحنارك أسدا في الحمام له سلاح باتل هبله له سلاح بن آدم نجي جيس قايو ملايم وياهي سوما هو ضعيف استعارضي فقوله له سلاح تجريد وهي لأنه من ملائمات المستعار له كي لو سعاري قاتي ملائماتك سيأيو كمد ياهي وهو الرجل الشجاع وياه وإلا أي وإن لم تقترن هدوس اللحير سن بما شيء يلائم مناسب المستعار منه ولا المستعار له وحنا لا لا راعين فمطلقة استعارة مطلقة لغير هذا واطلا إطلاق لسيداي تسمى ولو مغعاب بذلك مطلقة لو مغعاب لإطلاقها كسيدايت لغا سيداي درت هذا عن التقييد كقيد بشيء واحد انو قيد ايا لغا سيداي قيد او من ملائمات المستعار منه والمستعار له نحن رأيت أسد في الحمام وترشيح وترشيحة أبلغوا ساكبلا غبضا ساو صوضا وترشيح وترشيحة لاشتماله كل من تيسة اسم تفضيل معلقات كيسة وحيبها اسم تفضيل كو تعلق أيوه إن لقى صوهر بريو آدل وما أقوله جارة مجور ما حسوها لسك التوسوس هذا وكسور مريه هدر أبلغ اسم تفضيل قاسي ولما منتي مفضول كجريسي هدي أي تأييد وابا أدكتها وترشيح ترشيح لاشتماله شمل انتي صدرت هذا على تمام المبالغة كحيل الإراشة في التشبيه الوحيل الإرادة شمل انت او شملية درت هذا ترشيح أبلغوا أسيها كحيوك بذن أي أكثر أسيها كبذن مبالغة كحيل الإراشة من الإطلاق إطلاق أي كحيوك بذيه إطلاق المشتمل أسنى شمليي وترشيح ترشيحة
لاشتماله كل منتي صدرت على تمامي المبالغة كحين ليراشا لما يسترن كيس وشملي في تشبيه تشبيه الوحي ليرادو أبلغوا أساها كبلا قبضا أي أكثر أساها أي كبضا مبالغة كحين ليراشا من الإطلاق إطلاق أي كبلا قبضا إطلاق المشتمل أسنى جمعي شملي على المبالغة كحين ليراشا في تشبيه تشبيه الوحي ليرادو إطلاق الأبلغ كبلا غبضنا نعطن الإطلاق وياني أي الإطلاق الذي هو سوى أبلغ كبلا غبضنا من التجريد تجريد كبلا غبضنا تجريد كي المشتمل وتيو شملين على ضعف المبالغة كحيل لراشا ضعيف لماذا إذا في التشبيه تشبيه الوحي لراشا ضعيف لماذا إذا يشمليني وقد يجتمع الترشيح والتجريد فيكون الاستعارة في قوة المطلقة هل سوى ذا؟ استعارة هذه الراعية مشبه به او ملائمة مركا استعاره دم استمت كدب ايا وحا لا راعي وح مشبه به او ملائمة ايو وح مشبه او ملائمة لبدا هي لبدا وا اسقابلان استا وا اسلا دعيان استعارتينا وح اسك نقول مجرد او مطلقه او كده مطلقه اسك نقول سدا ايو جيدا وح دوس مد بدنين هدو مد بدن هي كا بدن ايا اعتبارته اسكلي وحا كلي اي وح لا راعي استعارته هدو نقدو وح مشبه هي مشبه به لبدا ما كدخيه كور مطلقة إسكا هاني مثال واحد ترى رأيته أسد في الحمام يمشي ده مشي ابن آدم كان واسم إياه اللي بيحنا وصم إياه بركة استعارة سواء إسكا مطلقة وقد يجتمعون يكلمان يا سورو ذا التشريح والترشيح والتجريد ترشيح هي التجريد لبضب إلى يكلمان يا سورو ذا فتقول الاستعارة استعارة مركة وحين قوني في قوة المطلقة مطلقة حوق يدو كلايالني كقوله شاعر هذا الكي زهير بن أبي سلمة على القديسي لدى أسد شاكي سلاح مقذف له لبد أثاره لم تقلم لدى أسد لبحكت أيام كسب نهي لبح أو شاكي السلاح هكيسة ولم يستري هاي أما أفبدي هاي مقذف حربها الغطورة له لبح أو أسب هذا لبد شاش أثاره عديه سنة لم تقلم أن لقرن جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا والا يبدا بالظلم يظلم اياك الدنبيه جيسي او هدي لا ظلميو مركي با غدانيو هدا لا ظلمين ان اسغا با ظلمي غا بلاويا وكا لدا اسد اللي بحكتي ايان كسغنحي لباح او شاكي سلاحي هبكيسا وافبدن يحي مقذف حربها الغطوره له لباح او اسغنادي لبد شاش اذفاره عديه سنه لم تقلم ان لا غورين مركا و خو جيدا اسغو أسد أنت واستعارة لذاذنا قرينة ذي كدي وهي هي إلا اللي بحلم أكتاق نادي ابن آدم ويوحل أكتاق إيه مركل لذاذا قرينة ذي شاكي السلاحي إيه مقذف لبضاسي مشبهة أي ملائم إيه ونكي قيسقاها له اللي بدون إيه أذفاره لم تقلم لبضاسينا وحي ملائم إيه مشبه به مركو إسلام دعايا استعارة ذي مطلقة ينقوني وهذه لدى أسد أنت قرينة لقديمه هذه سقرينة حالية لقديمه لدى أسد إن لقديمه تجريد مركز تجريد كيف أفرب بدنيا على مجرد إنه قرين مركزي ويا لدى أسد إن يشاكي السلاح يمقذف السد على سيا وحين قرين تجريد أذفاء له اللي بدون أذفاره الله بلا سنة وحين قرين ترشيح مركز تجريد كحوق بدن فقوله شاكي السلاح يقول أي تام السلاح ويانه تجريده وقوله له لبد أجر ترشيح لبدا أسكني يسقابلي أسمو وهذا أرنكاس وإن تساوي هدي أي سلمان فإن زاد هدي أوبط أحدهما مدك على الآخر كان كلا أكبط فالعبرة في رد بالزائد زائد كوي وقولنا بعد القرينة أن تنبيهم برا رجوية على أن اعتبار الترشيح هل كم حصوضا أرن دي أن كسو مري سمرغندية ديبا استعارضه مركا أيضا ما استلمته بذكر القرينة يكون لما يستلمته أو استعارة سيدة دبا مستعارك اللعري قاطي إيه قرينة دي سوى ذا سعودة استعارة الإسلير هذا مستعارك كلقي قرينة استعارة المجير هذا لفظي اللعري قاطي أسدا كلي رأيت أسدا أسد كلمة استعارة أسد كي قرينة دي سوى ذا سعودة حالية إيه مقاليمة كي دوتها النقطين إيه استعارة إسلام مركا استعارة دي مركا لما يستلمته قرينة ده شيء كده إذا يكون لما يستلمته لو بابا هنا وركاس ورمي توهم بإيمان كان يايو ده كقارئ إنه أم ليان استعارة ده
مستعارك كلي إنه يهي لفظك اللي سوى عريقات كلي إنه يهي مركات توهم كاسئيا كجهر تجيا سيدنا واحد الله الشيء هدي توهم لجو أريه شيء قد يسفايدة كنت أنت صورة بينه شيء وهذا وركع عنكو شيء أنت ساوي يا وهدي أي سلمان فإن زاد أحدهما على الآخر فالعبرة بالزائد وقولنا هذا الكين بعد القرينة آنري تنبيهم برالجوي تنبيهم برالجوي على أن اعتبار ترشيح يو التجريد تجريد في تجريد كفيردي إنما يكون اعتبار كوحو وهاني بعد تمام الاستعارة استعارة بركة لما يستلمته بذكر القرينة قرينة الشيء الذي إذا يكون لما يستلمته فلا تعد لترين مايو قرينة المصرحة مصرحة قرينة إذا تجريد الوترين مايو ولا قرينة المكنية مكنية قرينة إذا ترشيح الوترين مايو سلا شيء ذا عن شيء دفعا لأجل دفع ريب الدر تروي أنا شيء لما شيء ريبيو يتوهم الله ملايين لها من أن المراد أجدده بالاستعارة استعارة وحل وجه إذا إنه يهي ملايين تلا ملايين لها لفظ المشبه مشبه لفظ كلي إنه يهي مجرد الحال يهي مثل لقيت لاوي عن القرية لفظ المستعار به لفظ المستعار كل عريقات لفظ كلي إنه يهي مجرد الحال يهي مثل لقيت لاوي عن القرينة قرينة لقيت لاوي وأنا القرينة قرينة أنا تعتبر إن لو تجلينا يو من الترشيح إن أي كمتاي أو تجريد أي كمتاي هذا هو القيد وقيدنا إذا ذكر مرك الله شيء لدفع توهم توهم علنتي مرك الله شيء وسيدا نوكله كان وحواني في ذكر شيء قد يسمى أي كسر أنت فائدة 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 أو أي فائدة فائدة أنا هذا يراته ضي دونته فندفع وحاربته يا مركا ما وحي يقال الله له هاي اللي يقول شين لها إن اللفظ اللفظة أن أيقى روح جرمها إن بعد القول إن لازمة مر أن الله كرر وجه تهدي قولك سكر له أوله ما يقال إلى ذي لها إن اللفظ لفظها لا يكون استعارة نقول مايو إلا بعد ذكر قرينة قرينة الشيء الذي كذب به استعارة نقولية فلا حاجة واحد ضن الله مرها إلى قيد بعد القرينة بعد القرينة اللي قيده يعني لو ما بعنا هذا الكل الذي لها توهم كسر ما يشكو إريج سلا يوجد مرق قرينة ذا مصرحة هذا تجريد معها مكنية ذا قرينة ذا ترشيح معها وحوجد ولا قرنا يا رملينية وأنا جسوا توضيحه مرة بيسكوا دالين كرلو قرينة ذا مصرحة هذا قرينة ذا مشبه ملائم طاي مشبه قرينة ذا مكنية ذا مشبه به ملائم طاي ترشيح أنا تجريد كرا وكلا قرنا يسان عندي ملائم مركها سيسو شبه وقرنا يسان فصل تقسيم الاستعارة إلى أسلية وتبعية الاستعارة دي الله قيبيه أسلية هي تبعية الله قيبيه أحيانا كقادم ما أتكي فصل تقسيم الاستعارة استعارة دي الله قيبيه إلى أسلية وتبعية أسلية هي تبعية الله قيبيه إن كان هديئه اللفظ لفظه المستعار اللوس عريقات للمشبه مشبه لفظه اللوس عريقات اسم الجنس هديئه اسم الجنسي اسم الجنس بحد وجه دامرك اسم الجنسي هو اسم الجنس الكلي وشيء ما يستنوه كلية كلي الصادق كرمومي على كثيرين وحبضا ولو تأويلا تأويل لما بها كرمومي فيدخل وحاسوك العالم علمك علمك المشهور العام بحيي بوصف وصف الوعام بحيي كحاتم وي حاتمك المشهور الوعام بحيي بوصف الجود الداق صفات هذا الوعام بحيي فإنه علم كان يؤول ولا أولي بواسطة اشتهاره عن بحديثه بواسطة السبب كذا بالجود وكعام بحي بأنه أسوى موضوع إن لو دجي للجواد كي قفت يقبض إن لو دجي يعني عدة يقبض سواء روح مستوي اسكم إذا كان هاي هو الرجل رجل كي المعروف لي قاني كان هاي هو أسوى الرجل المعروف أو غيره هاي لكن إطلاقه على المعهود يكون حقيقة على هل كم وجهة سيد الحجرة استعارضه وحيكون لسنت هاي تشبيه مشبه يمشبه به يوجه شبه يأذى تشبه تشبيه أركان تيسي أي يكون لسنت هاي لكن أركان تي تشبيه هي سدح كم ذا اللي حتفية هل بان جوجية وجه شبه يأذى تشبه أرورت هاري وهرت أي وين أنا قاضيان لحد فيها كوب لبلا طرفي حوق بدن لبلا ركنية وحوق بدن ومشبه هي مشبه بيجا
labadaana mid uu in la hadfay hadaba kan la hadfay haduu noqdo mushabaha oo mushabahu bihi ga lafdigiis baa loo jooga istaaarada musarraha la yiraahdo hadii mushabahu bihi ga mushabaha loo jooga mushabahu bihi baa la waxaan u jeedaa mushabahi mushabaha waxa la hadfay mushabahu bihi mushabaha ayaa loo jooga istaaaradaasi makniya la yiraahdo waa anagii soo baranay waa arin adag ma aha markay sidaa tahay istaaaradu waxay ku dhisan tahay iddica oo tashbiiha waxay kaga bedelan tahay iddica mushabaha ayaa waxaa la sheeganayaa فرد من أفراد المشبه به مشبه به أفراد سميت كمدة إلى هنا قتل استعارضة تشبيهها وحكاية بدلاً تهاي تشبيهها إدعاها سكوبة شرو لكن استعارضة وحكاية شرا مشبهة أي وحال الشيغان أي إدعاء المشبه بأنه فرد من أفراد المشبه به إنه يهي فرد مشبه به كبدة أي الله الشيغان أي لفظك أسفي عن أفهم مشبهة هي وحلا شيغان هي فرد من أفراد المشبه به مشبه به أفراد دي سميت كمدة إنو يهي هذا ما مشبه به أفراد دي سميت كمدة مركان لين هاي مشبه به وإنو أفراد لي يهي أفراد لقبت دون قنكرة وإنو لي يهي عالمك روح هل روح مقعي أفراد ميو يهي لنكرية زيد وهمه سيدا درت هذا زيد استعارك بسروده عالمك استعارك بس عرب شخصي استعارك بس وحنا يلي يد أفراد اللي قبل نقوم كروسنا الحين وهل فرد كلية صحيح لباحة إن استعارة أن كأنه وح كيري لباحة أفراد بضنوا لها أفرادا مت كم إذا يا وح كم جيني مشبهة إنه كم ديها أفرادا مت كم ذوي يعني شيء جني أما عالمك أفراد ملي مرة توسع أفراد لهين استعارك بس الله إلهي مر واحد جرى عالمك ولبا عالمك الشخصي جاء مر واحد جرى استعارة كسوره بكر مركها وحوي عالمك يعني هذو في صفة عام بها صفة الوية قلنا يعان كل شيء صفة عام كل شيء درت هذا أي واحد كذي لفظ عن عالمك عالم بينه صار هينه وعلى وحي صفة على هردن بقعينه وياه ويقول مثال مصنف كحاتم حاتم الطائي وحلو يقال إن دقسى لا دقسى هذا وح ولا مبحيه يلو يقالوا إسلام تيس هذا قارته يسوق لي جرين إذا ما صنعت زاد فرط مسيل له أكيلا فإني لست أكيله وحدي هذا انتصب يصد ضد ويان أنا كل يوم تم عنايو هابو كهذا الجراء يكمل تاي يعني حورها هذا بمايو محوها أرني محوها جوادا مات هزلا لعلني يعني نندقس هو حوري انت كذا بعد ويد نوغل انت بالإتوس كو بخيل هو عيلة يو حورا هيك بتين الإتوس برجع سح حورا هيك بني يا عز هو كم يجري برجع حاتم وحوك عام بحي دقس النمو سمع بعد كده يجي مركز لفظ كان حاتمة دقس كستبا ينو مجا ويهي لفظ كان حاتمة دقس والبا أفراد بذل ينو ليهي هو دقس والبا مجا ويهي كوا عصبين إنك زيدها أي حاتم كشبيه حاتم كفردك أهمه حاتم صفدا دقس النمذوي كو لفظك مشبه به سوء عاري قاذني استعارة مصرحه أسلي ولي بكون نقولي حتى تبعية معها محوسا تبعية وهي صفة ماشا كيني هاي سايو دقس النمي دي لفظك ماشا نوع يالا حق الله سوء عاري قاذني حاتم وجامي معها صفة صحيح لفظك أنا صفة وتمويه أو صفة لغا قوران سنية مويه أسأل لفتي سن صفة ما عرضوا سيدا سأي أسليه كن نقوني بركة عالمك ولبا عالمك الشخصي عالمك جنسي يقول نقون كرا استعاره لكن عالمك الشخصي جاء استعارة مجليسو عدو سن صفة وقعام بحي أي جرين هذا يجرتنا خلاص أقول نقون إنتا صورة بقى نقوش يا بركة مرمرة لغي يا بساء وفصيرا يؤنا سيئات كيو أنيكي نباطة أنكينو إن كان الذي يه اللفظ لفظك المستعار العريقات للمشبه مشبه العريقات اسم الجنس الذي يه اسم الجنس اسم الجنس وربعين وخفصر مرك اسم الجنس هو اسم الجنس الكلي وي كلي أسادق وكل رموية على كثيرين وحبذا أي كل رموية ولو تأويلا ما هو رموه فيدخل وحسوق لي مركا
العرب علم كي المشهور الوعم بحيه بوصف سفل وعم بحيه كحاتم وكلوي حاتم كي المشهور الوعم بحيه بوصف الجودي دار سينما سفله ذا فإنه لفظ حاتمة يؤول ولا أولي بواسطة اشتهاره كعم بحديسة بالجودي وكعم بحي واسطة هذا السبب كذا أيه وحال وحال وأولي بأنه لفظ عن حاتمة موضوع إن لود الجليل جواد وروح دقس إن لود روح دقس هاي إن لود جي سواء مرك واحد اسكم إذا كان هاي هو كه دقس جاء الرجل المعروف نكلي يقال حاتم طائي هالنقض أو غيره أما مثل دقس هالنقض لكن إطلاقه كريدي ديسا على المعهود كلا ليقان حاتم طائي مرك الورد يكون نقول حقيقة هو مجلس عادقها وعلى غيره مرك الورد يكون نقول مجازا كما أن أسد اللفظ أسد بأ يتناول السيدة أسوك دقليه الحيوان يو الرجل الشجاع لماذا بأ أسد وي لكن الأول كان هوري وحيوان كمفترس كها حقيقة الحقيقة وي وثاني كان لبعد مجاز وثانية كان لبعد مجاز المجاز وي فتجري ويسعوني لكن الأول اسمه يسمها حقيقة وخبرك والثاني لما إعرابك هو بنان والثاني مبتدا كدي مجاز خبر وحكى لقول بنا والثاني الأول هذا لكن اسمه هذا كعضف مجاز حقيقة وخبرك كعضف وعطف ينا ووكي لأوي العطف على معمول عامل واحد بعاطف واحد جائز باتفاق اللغات ويسكوها فقصين نحويد ويسكو خلاف سيهين العطف على معمولي عاملين مختلفين بعاطف واحد لا يجوز باختلاف اللحاق تنسيسك خلافسيين وثاني حق مجاز فتجري ويسعوني فيه لحذي آل استعارته فتجري لفظي فتجري ويسعوني فيه لفظي حاتمها آل استعارته استعارتها كسعوني حين إذن مرها دانسي دانيري ودخسي إذن لو تجيها دانيري وح لو تجيه لمديها نحو رأيته وحان أركي اليوم ومات حاتما حاتما أركي مانت حاتم طائي إلى هذا الشيء هنا ولا قرني مرة ولن تيه أي رجلا جوادا بدو جيدا شبهها تقرير كنا واكل شبهها ولا شبهه هذا الرجل نين كان دخسجا يا بحاتم لو شبهه والدعية وحلا شكتي أنه نين كان دخسجا فرد فرد إنه وياه ومن أفرادي حاتم أفرادي سكمله يعني ده قلنا دخسجا هاي كما في الدعاية أن الرجل اللي باح أن الرجل نين كان شجاع جسجا من أفراد الحيوان المفترس حيوان كي وارسنه أفراد يسئلوا كبدي هيسيد الله شيئاً يوكله فاستعير ولا عريقات مرك لفظ حاتم أيال عريقات لهذا الرجل إن كان أيال عريقات استعارة تسريحية أسلية وكاكله تبعيا ماها استعارة استعارة تسريحية أسلية ولي بأسلية ولما كان مرك النغضي اسم الجنسي كتاب كنت سبر قد يدي عن صامر يقول اسم الجنسي أي اسما غير مشتغل سموه تيبو روائر وفسره اسما غير مشتغل وصوضه مرك أي غير مشتغل وحنوفة سريعة اسم الجنس يعني نحو هذا سيد اللي يقال نباه إنه يريه دونية ولما كان مركو هذا اسم الجنس يشمل متشملين يا المشتقة مشتقة متشملين أو سيد الضارب وكله ده نحو هذا اسم الجنس لا اسم أن كذا اسم الجنس يقال نسمع ولما كان اسم الجنس مركو هذا يشمل متشملين يا المشتقة مع أن الاستعارة استعارة فيه مشتقة كشيء تبعية أيتها فسره كفسر بقيده قيد كيسب كفسر فقال وحيره أي اسما غير مشتق وهذا طريق سبر قندية كأنه قال وابا أسوه يري المراد جيدة باسم الجنس وحلوه جيدة غير المشتق أسوه يري لم يتعي أما اسم الجنس المشتق فلا تكون أهاني ميسو فيه مشتق أحد يسأل استعارة استعارة نقول ميسو أسنية ولو قال هدو نهرا أيضا محوك الربي إنه أيضا اسكد أهيت كلها ولو قال هذا لا إن كان إن كان المستعار له اسم الجنس غير مشتق كله هذا لا أي اسم غير مشتق تهدو دين لها كان كاس أيوه وها الله أخسر من جابنا وأوضحك عاد لكن وكأنه وابع سوى قصد وقصدي بالتفسير أيضا مصنف كونور هاي أسوى بأسكو جيدا بالتفسير أيضا مفسر لي هذا أيضا أور هاي كأنه قصد وابع سوى وقصدي بالتفسير التفسير كأي وكفسري وابا سوء رقص تغييد عبارة التلخيص تلخيص عبارة يسيء وقيده تلخيص أي وكوداي اسما معمعاب اسم الجنس وكوداي مركا اسم الجنس تلخيص وشيغي يوربا إنه وقيده سلاسو أيد أراعي انت سوء جيدا بالتفسير تغييد عبارة التلخيص تلخيص عبارة يسيء وكوداي أي ولقص
لأنه تلخيص أطلقه وإطلاقه اسم الجنسي، اسم الجنسي أي إطلاقي عليه غير المشتق أي نوع إطلاقي. فلو قال هذول اسم المفعول راعي هذنا أي وحنبل له إسكدالي. فلو قال هذول له لها في التفسير أي غير مشتق كني هذول لها أو اسم تو إسكدين لها بحذف اسم كان وحوهان لها أبيدا أبينا من عدام بدل وليس معها تفسير الحقيقة حقيقة فسر ديدا اسم الجنسي اللي مفسر وليس معها هذا الكا تفسير اسما غير اي اسما غير كان أبين وليس معها تفسيرا لها هذا الكا باقي خلط وليس معها ايضا اراعي تفسيرا فسر لحقيقة اسم الجنسي اسم الجنسي حقيقة اللي مفسر هاي تفسيرا وهي ألفته رأضة تنوين تيدي رأسن تاي حقيقة اللام تاجري هايست أنا مركو عنو ملي تفسيرا الحقيقة تفسيرا لحقيقة اسم الجنسي اسم الجنسي حقيقة اللي مفسر هاي وإلا اسم الجنسي هذي اللي فسر لها أي اسما غير مشتق أي اسما غير مشتق سموه سنين وحي عن مشتق هيرو لن اسم الجنسي واي هي عالم كلفته اسم الجنسي ولقونا مركا إلا ما ها مشتق مركا ساسا سو قليلة أي اسم الجنسي لما أنت ما فسره هايو أي وحو دونا يا كلي إنو قو فسره اسمي مركا وجيدو المشتقة هين علقنا آنهين انت سورة بعد ميلاد وليس ما ها تفسيرا فسر لحقيقة اسم الجنسي وفسره وإلا اسم الجنسي يوردن هدو فسره لا شميل هذا الكا وحو كل من لها علم شخصي علم شخصي أيو كل من لها ولا قائل وحد هاي بأنه علم شخصي اسم جنسي وهي وحد هاي نمجره ولا تجري سعون ميسو على استعارة استعارة فيه على شخصي وكو سعون ميسو إلا بالتأويل تأويل كان صبر رموية وهذا تفسير وتفسير كان أسله لسبر قندية تفسير كان لسبر قندية هذا أسكالها وأنك صبر رمي كلا أسدي وهي إذا استعير مرك اللوع عري قاتل للرجل الشجاع في نحو رأيت أسدا يرمي والقتل وهي إذا استعير للضرب قراعتان الشديد أدر مرك اللوع عري قاتل في نحو شاهدت قتل زيد زيد قراعي سيالوجي دل كيسي أنجوغي أنك بدل وان رانا هبل هبل ما انت ودلي يعني هو قرأ عن جنة الأول كره رأي اسم عين وي وحلا أركيو وثاني كلا بعدنا اسم معنى قتل إلا ومعنى اسم معنى وي استعارة تقريبا تهدمية اللوبة هي هي ولا يقن أمرين هل حب اسكو ديو كلا رأيت أسدا وكذا في نحو رأيت أسدا يرمي شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع شجاعة في كل وسعير لفظ المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع على طريق الاستعارة المصرحة الأصلية وذكر يرمي قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي صوت أنت ماهي وهي هي هل يرى أمبرالوجية ونصوها المامي مركب أوليها أركان التشبيه وإن لحد فا إلا مشبه كلي أموية أما مشبه به كلي أموية مركب أوليها حذف كأوكاهض ليماءها حذف مقدرة يعني مبتدئ أنت اللحد في ماشي مقدرة أما خبر أنت اللحد في ماشي مقدرة ماها في عرض الكلام وكي أنكو صبرني يعني عقل أهان وإن لو قرانا يوم يشاء إنه كحذف فيه مشبه أما مشبه به إنه كحذف فيه لكن كلامك وح كم قد مسنجرين كلامك فعل كيس يفاعل كيس مفعول كيس متعلقات كيس وح لو ربحنا نووته وح كحذف مجرد لكن قرينا ضعي وحينا تصيني يشاء إن لو قصد يوم تشبيه وح ليلة هذو فالاستعارة استعارة سي أسلية وين إنكار المستعار اسم جنس فالاستعارة أصلية أنت أين جري هذا بدوني أركا أنت كلاس كفسرات وين أي تسمى ولقوم عاب بذلك أصلية لقوم عاب لأنها استعارة ليست معها طابعة نظرة عاد لشيء شيء أي صار عاد مجرم بل قائمة ميتة وبنفسها نفسها إذا أتاجنتها وإلا وإن لم يكن المستعار اسم جنس بأن كان فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا كاسمه الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ويانه فتبعية استعارة تبعية وين لجريانها صعود كذا درتيسه تسمى بذلك والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي كان نجوم